دعا المشاركون في الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ ميد كوب المناخ مساء أمس بطنجة إلى إعمال استراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية تقوم على خطط عمل منسقة وطموحة توازن بين التكيف والتخفيف. وشدد البيان الختامي للمؤتمر على الطابع الاستعجالي لتعبئة جماعية من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية وفق مبدأ المسؤولية المشتركة والمتميزة. التفاصيل في تقرير عمر شملالي. توصيات عديدة تضمنها البيان الختامي للدورة الثانية لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ ميد كوب المناخ. الإعلان النهائي كان نتيجة أو خلاصات للنقاشات سواء التي كانت ما بين الرؤساء الجهات وممثلي الحكومات المحلية والسلطات المحلية أو خلاصات لنقاشات كانت داخل اللجان وفي الأوراش. المشاركون دعوا إلى إقرار استراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية تقوم على خطط عمل منسقة. البيان الختامي للمؤتمر شدد على الطابع الاستعجالي لتعبئة جماعية هدفها الحد من آثار التغيرات المناخية. الوثيقة أكدت على إيلاء اهتمام خاص للدول النامية باعتبارها الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية، واقترحت إدراج مقاربات المتوسط في إطار الأمد الطويل وفي أفق أجندة مناخية تشرف على تنسيقها هيئة دائمة يكون مقرها في طنجة. خلق دار سكرتارية دائمة بالمغرب وبمدينة طنجة وخلق دار للمناخ تستوعب مختلف التعبيرات وبالخصوص شبكة الخبراء البحر الأبيض المتوسط وشبكة النساء العاملات من أجل المناخ في حوض البحر الأبيض المتوسط والمجتمع المدني والشباب أيضا. ونص البيان أيضا على مساندة ائتلاف الماء والطاقة والأمن الغذائي وإزالة انبعاث ثاني أكسيد الكربون من النقل البحري في البحر المتوسط وتشجيع التدبير الفعال وتدبير النفايات. المشاركون في المؤتمر أعربوا عن التزامهم باقتراح الحلول الضرورية مع العمل على إثرائها من خلال أعمال ملموسة.